كما نظمت مصالح الحماية المدنية لولاية معسكر حملة تضامنية واسعة لتبرع بالدم لأزيد من 150 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، وذلك بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية. المبادرة لقت استحسانا كبيرا من قبل الأعوان. التغطية كانت لغنية غالبي. نظمت المديرية الحماية المدنية حملة تضامنية واسعة، حيث جندت حوالي 150 عون من مختلف الرتب وعبر جميع الوحدات، والهدف من هذه العملية هو جمع عدد كبير من الأكياس والتبرع به لفائدة المرضى. في إطار التضامن تاعنا الدائم لتزويد بنك الدم اللي راه ناقص بزاف، من هذا المنبر ندعوكم باه ندعموه. بنك الدم الجزائري راه ناقص بزاف، ما فيها والو، الواحد يتبرع بقطرة دم لنقضوا بها أشخاص، وراه عندنا في ستاتيستيك راه عندنا المرضى بزاف.